السلام عليكم. النهارده جايين لكم بحلقه من العيار الثقيل. اعمل كوبايه الشاي وفنجان القهوه وتعالى يلا بينا نشوف عندنا ايه في حلقتنا النهارده. النهارده عندنا الزمالك ينهي 100% من صفقاته. هنشوف الكلام ده وهنشوف حقيقه الكلام ده، وكمان طلبات اشرف بن شرقي للتجديد. المفاوضات شغاله وهقول لكم الطلبات بتاعت اشرف بن شرقي ايه، وكمان اسبوع الحسم في الزمالك هو الاسبوع اللي احنا فيه ده وهقول لك ليه، وثلاث ورطات في نادي الزمالك قبل مباراه القمه هنتكلم فيهم، وهنتكلم كمان على التشكيل الامثل في مباراه القمه، والخطيب بيضحك على موسيماني، وعلي ماهر بيصدم صفقه الزمالك، ودياب يقود المفاوضات لمنع الزمالك من التعاقد مع عمر كمال في تفاصيل جديدة، وكلام مهم جدا جدا جدا. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. النهارده معاكم في حلقه جديده، بس اكيد مش هتنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو عشان خاطر نقدر نوصل صوتنا لكل جماهير نادي الزمالك. مش هطول عليكم وهبدا باخبار نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك كتير النهارده، واخبار نادي الزمالك مهمه قوي النهارده. الخبر الاولاني امبارح سيف زاهر اعلن على قناه اون تايم سبورت ان الزمالك انهى 100% من المفاوضات بتاعته، وانهى 100% من صفقاته، ويتبقى حارس مرمى عشان خاطر الزمالك يكمل صفقاته هذا الموسم. هل الموضوع ده حقيقي مش حقيقي؟ تعالوا الاول نسمع سيف زاهر قال ايه، وبعد كده هرجع اقول لكم الحقيقه ونتكلم في كواليس محدش اتكلم فيها قبل كده. يلا بينا نسمع سيف زاهر قال ايه. الزمالك خلص 100% من صفقاته حتى الان الا حارس المرمى. الزمالك عمل فرقه كبيره. الزمالك وموضوعه في افريقيا بيخلص، ازمته والقصه اللي كنا بنقولها دي. انا يعني انا عندي كواليس ان في اتفاق، والمستشار مرتضى منصور صرح وشكر المهندس هاني ابو ريدة في هذا الشان، وفي دعم، وامور نادي الزمالك في البطوله الافريقيه القادمه هتكون كويسه، وده خبر صار لجمهور نادي الزمالك. اداره الزمالك بتتحرك في الصفقات بشكل جيد جدا، ما عدا حتى الان حارس المرمى. حارس المرمى في اختيار ما بين اتنين حراس، واحد منهم بيخلص اسم كبير، واحد منهم بيخلص اسم كبير. ابو جبل لان ناس كتيرة جدا بتكلمني في ابو جبل معلق مع نفسه. يعني ايه؟ يعني ابو جبل اتفق انه رايح حتة، والاتفاق ممشيش، عايز يرد نادي الزمالك، ونادي الزمالك دلوقتي كلامه مختلف، لان نادي الزمالك دلوقتي بيتحرك بارقامه. نادي الزمالك دلوقتي هو اللي بيحط الارقام وبيتحرك بارقامه. الزمالك في الصفقات الجديده مش هيتضغط، يعني محدش هيقول له يا تديني العشرين يا مش لاعبين. ده مش هيحصل. اذا الزمالك في كره الصالات، الزمالك مع فريق الكره الاول، الامور ماشيه بشكل جيد جدا. الزمالك استعدادا لمباراه القمه، الامور ماشيه بشكل هادئ، فيريرا مركز، الكره مفصوله، الدنيا ماشيه بشكل جيد جدا، والزمالك كمان ماشي في محاور كتير، منها العاب الصالات، منها فريق كره، ومنها المنشات. زي ما سمعنا سيف زاهر اتكلم وقال لك ان الزمالك خلص 100% من صفقاته، والزمالك يتبقى له حارس مرمى فقط. عاوز اقول لك ان هذا الكلام ليس له اساس من الصحه. يا عم محمد انت هتعرف اكتر من سيف زاهر، اعتقد انت جربتني اكتر من مره وعرفت ان انا بقول حاجات، والحمد لله ربنا بيوفقنا وبنسبة اكتر من 95% بتطلع صحيحة. الزمالك لسه ما خلصش 100% من صفقاته، ولكن اقدر اقولك ان الزمالك انهى اكتر من 75% من صفقاته، لان بالفعل الزمالك خلص يعني صفقات كتيرة ومضى لعيبة كتيرة واتفق مع اندية كتيرة، ولكن الزمالك لسه يعني
مش عايز اقول لك ما دفعش فلوس للانديه، ولكن الزمالك خلص مع اللعيبه والانديه عارفه بموافقه الانديه، ولكن يتبقى الكاش لما بيتحط على الترابيزه. وكمان الزمالك عامل نظام ان في بند بيتحط في العقد بتاع التفاوض ان محدش يعلن عن المفاوضات، واللي هيعلن اعتقد بيدفع غرامه ما تقلش عن 1,000,000 جنيه، دي معلومه انا عرفتها. فالزمالك خلص اكتر من 75%. طب ال 25% ايه؟ ال 25% هي حاجتين، الحاجه الاولى وهي الصفقات الخارجيه، في صفقتين ثلاثه الزمالك بيتخانق فيهم مع النادي الاهلي، في صفقه من الجزائر ومن تونس ومن المغرب، الثلاث صفقات دول الزمالك بيتخانق فيهم مع الاهلي وداخل مفاوضات جامده جدا كان الزمالك بدأ فيهم، ووكلاء اللعيبه راحوا للنادي الاهلي عشان يبلغوه بمفاوضات الزمالك مع اللعيبه دي عشان خاطر يبدأ الاهلي يدخل في الصفقه ويبدأ السعر يزيد والوكيل يعلي من سعر اللعيب بتاعه، وبالتالي الوكيل يستفيد من العموله اللي هتتاخد. ففي اكتر من صفقة الزمالك يعني بيتصارع فيها مع الاهلي، زائد ان الزمالك لسه ما خلصش ولم يحسم ملف حراسة المرمى، لان الزمالك بنسبة كبيرة كلنا عارفين ان محمد ابو جبل هو راحل لنادي النصر السعودي وهو قريب جدا من نادي النصر السعودي. هنتكلم دلوقتي على موضوع ابو جبل، وهنتكلم على مشاكل مالية في نادي النصر السعودي بتعيق المفاوضات مع محمد ابو جبل، هقول لكم التفاصيل بتاعتها دلوقتي، ولكن خلونا بس نخلص كلامنا عن الصفقات. فالزمالك لسه فاضل له الملف بتاع حراسة المرمى، اللي الزمالك بدأ خلص مع بسام كل حاجة، ولكن بسام وقع لنادي البنك الأهلي ابتداء من الموسم القادم، والزمالك بيحاول يعني يحل بشكل ودي مع البنك الأهلي ان هو يسيب العقد بتاع بسام مقابل ان هو يزود إعارة أسامة فيصل موسم جديد مع نادي البنك الأهلي مجانا مقابل انه يسيب عقد محمد بسام. زائد ان الزمالك جاي لكم، انا للجلسة بتاعت المستشار مرتضى منصور جاي لكم ليها دلوقتي مع نادي انبي، الزمالك برضه عاوز يجيب بسام ويجيب محمود جاد، والزمالك لو عمل كده يبقى الزمالك السنة الجاية حراسة المرمى بتاعته في امان، لان هيبقى عندك عواد وهيبقى عندك جاد وهيبقى عندك بسام، الثلاث حراس مرمى دول ياكلوا الزلط، وانا وجمهور نادي الزمالك مش عاوزين محمد ابو جبل اللي بالفعل بيقضي اسوأ ايام حياته، لان اللي بيتنمرد على النعمه اللي بيكون ربنا مديها لك بتزول من وشه، فعلا الكلام ده ناس كتير قاله لنا زمان. فده بالنسبة للكلام بتاع سيف زاهر وان الزمالك خلص 100% من صفقاته، هذا الكلام غير صحيح تماما. تعال بقى ندخل على صفقتين كل الناس اتكلمت فيهم خلاص من نادي بيراميدز، وهم احمد ايمن منصور اللي وقع بالفعل. وبالمناسبه بخصوص احمد ايمن منصور، كان في ضغط كبير على الكابتن ايمن منصور عضو مجلس اداره نادي فيوتشر ان احمد ايمن منصور ما يفعلش العقد بتاعه بتاع نادي الزمالك ويمضي لفيوتشر، ولكن الكابتن ايمن منصور التزم بكلمة مع نادي الزمالك، والولد عاوز الزمالك، واحمد كان من ناشئين نادي الزمالك وابن ايمن منصور، فايمن منصور عارف يعني ايه جماهيرية، عارف يعني ايه شعبية، عارف يعني ايه اعلام نادي الزمالك. فالكابتن ايمن منصور مش هيضحي بده كله عشان خاطر حفنة من الملايين. فاحمد ايمن منصور فضل عرض الزمالك عن عرض فيوتشر، اللي كل صفقة الزمالك بيدخل فيها بتلاقي فيوتشر محشور فيها وعاوز يرخم على نادي الزمالك، زي ما انا جاي لكم دلوقتي ايه اللي بيحصل مع عمر كمال عبد الواحد، مش عاوز بس ايه احرق لكم الحلقة، ولكن احمد ايمن منصور خلاص. عاوز اقول لك كمان ان في صفقة جمهور نادي الزمالك مش راضي عنها، وانا كمان مش راضي عنها، ولكن لما قعدت مع نفسي كده بالراحة قلت يمكن الزمالك قريب جدا 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 من احمد توفيق. احمد توفيق كان بيلعب في الزمالك وراح بيراميدز، هو مش الصفقه اللي جمهور نادي الزمالك عاوزها، ولكن عاوز اطمن جمهور نادي الزمالك ان احمد توفيق مش جاي هو اللي هو الصفقه السوبر، مش جاي اللي هو اللعيب الهيرو اللي هيلعب ويقود فريق نادي الزمالك الموسم القادم، ولكن هو لعيب اكيد هيبقى جاي احتياطي، بيلعب في مركزين، بيلعب باك يمين وبيلعب في وسط الملعب، بيلعب في اكتر من مركز، وده اللي فيريرا بيحبه، زائد ان فيريرا عارف امكانياته من ساعه الولايه الاولى مكان موجود في نادي الزمالك. فتوفيق مسته انه يعني مثلا يعني انت عندك دلوقتي اسلام جابر بتحتاجه، طب اسلام جابر ولا احمد توفيق؟ انا بفكر معاك كزملكاوي بنتكلم مع بعض، وسيب لي ارائك في التعليقات زي ما احنا طبعا متعودين مع بعض. هل احمد توفيق ولا اسلام جابر؟ اكيد طبعا احمد توفيق. طب هل احمد توفيق ولا رؤى؟ اكيد طبعا احمد توفيق.
طب هل احمد توفيق مثلا يعني ولا المسلوسي في الباك اليمين؟ اكيد احمد توفيق. طب هل احمد توفيق ولا حازم امام دلوقتي؟ مش حازم امام بتاع زمان، لا حازم امام بتاع دلوقتي اصابات الكتيره، بيترقص بسهوله في الجانب الدفاعي، ما بيعرفش يرفع اوفرات. هتقول لي طبعا احمد توفيق. فانت عندك احمد توفيق متفوق على 4 لعيبه في سكواد الزمالك الحالي. فاحمد توفيق مش وحش لما يجي ويبقى موجود، يعني مش عايز اقول استبن او احتياطي، ولكن يبقى موجود خيار مطروح على الدكه عشان خاطر يقدر، يعني الزمالك اكيد هيحتاجه في وقت من الاوقات وفتره من الفترات. فانا مش معارض قوي صفقه احمد توفيق. اه طبعا لو جبت حد احسن، ولكن احمد توفيق هو خيار استراتيجي الزمالك جايبه عشان يكون موجود تحسبا باك يمين وسط ملعب زي ما احنا بيحصل معانا اليومين دول، اصابات انذارات الكلام ده كله. عاوز اقول لك ان نادي النصر السعودي عنده مشكله. ايه هي المشكله؟ ان كل الكلام المتداول ان محمد ابو جبل وقع لنادي النصر السعودي وقبض 300,000 يورو مقدم تعاقد. النصر السعودي في ازمه لانه عاوز يفسخ عقده مع محمد ابو جبل، واتكلموا مع محمد ابو جبل بشكل ودي ان لو انت عاوز حابب تفسخ عقدك احنا ما عندناش مانع. ابو جبل خايف يفسخ عقده والزمالك كمان يفسخ عقده، فابو جبل يلاقي نفسه، او الزمالك ما يجددلوش فابو جبل يلاقي نفسه لا طالب لا حشام ولا عنب اليمن، لان الزمالك اصلا بيتفاوض مع جاد وبيتفاوض مع بسام. فالزمالك لو خلص في الاثنين حراس دول فكده الزمالك مش هيبقى محتاج محمد ابو جبل. والنصر السعودي كمان عنده ازمه ماليه هقول لك عليها دلوقتي. النصر السعودي عليه ديون 393 مليون جنيه، شوف الرقم. وكمان عندهم عجز في الميزانيه حوالي 200 مليون جنيه، ده فارق بين الايرادات والمصروفات لنادي النصر السعودي. نادي النصر طبعا نادي محترم وادارته اداره كويسه اكيد بتعرف تنمي الموارد، ولكن عندهم ازمه ماليه الفتره دي، فده اللي مخليهم مش عاوزين يعني يفعلوا العقد بتاع محمد ابو جبل وعاوزين يكنسلوه كده بالبلدي. زائد ان ابو جبل مستواه وحش، وابو جبل اتفرجوا عليه مع الزمالك واتفرجوا عليه مع المنتخب، فهم حاسين ان هم اشتروا سمك في ميه. فمحمد ابو جبل مش عارف هيلعب فين، الزمالك مش مكمل في المفاوضات مع محمد ابو جبل. الزمالك قاعد والله جد بشروطي، ما تقوليش بقى 20 مليون والكلام ده، هو هتاخد لك كبيرك 10 11 مليون جنيه، هو ده اللي موجود عندي. والله جد بشروط الزمالك اهلا وسهلا، ما جتش بشروط نادي الزمالك، الزمالك بيخلص مع محمد بسام. والزمالك هحكي لكم دلوقتي المفاوضات مع نادي انبي. ابو جبل في ورطه، لا النصر عاوزه ولا الزمالك عاوزه، اللي بتبطر على النعمه بتزول من وشه، ودي حاجه طبعا كلنا اكيد عارفينها. طيب عاوز اقول لك بقى ان المستشار مرتضى منصور بدا يدخل بنفسه خلاص. الكبير لما بيدخل الكل بيوسع، الكبير لما بيدخل بيحل اي حاجه. امير عامل شغل كويس جدا وامير عامل شغل ممتاز، ولكن الكبير كبير، معلش يا امير، يعني الكبير كبير يا استاذ امير. المستشار مرتضى منصور بدا يقود المفاوضات مع رئيس نادي البنك الاهلي دلوقتي، اللي هو اعتقد اسمه الاستاذ اشرف نصار اعتقد، يعني اللي هو رئيس نادي البنك الاهلي، عشان خاطر يكلمه على محمد بسام اللي انا قلت لكم عليه، واحمد ياسين ومحمد هلال. ما هو سيف زاهر بيقول لك الزمالك خلص 100% من صفقاته، وانا قلت لك الكلام ده غلط، لسه الزمالك شغال في مفاوضاته مع اكتر من لاعب. فالمستشار بدا يتكلم مع رئيس نادي البنك الاهلي، وان شاء الله قريب هيكون في حسم في قصه البنك الاهلي. الزمالك كمان بدا يتكلم مع اداره نادي طلائع الجيش زي ما انا قلت لكم قبل كده على عمرو السيسي، واداره طلائع الجيش في اتجاه ان يتم الموافقه ان اللعيب يتساب لنادي الزمالك تعويضا عن اللي حصل في صفقة مهند لاشين، وان المستشار علاقته كويسة مع المسؤولين في نادي طلائع الجيش، ومش عاوزين يزعلوا المستشار مرتضى منصور، راجل وطني بيحب الجيش والشرطة، ونادي طلائع الجيش هو تابع لمؤسسة القوات المسلحة العظيمة. فالمستشار مرتضى على علاقات كويسة بيهم، فاحتمال كبير يتم الموافقة على عرض عمرو السيسي، بغض النظر ان لو الاهلي دخل او فيوتشر دخل او اي نادي دخل، فعمر السيسي اعتقد بنسبة كبيرة هيكون في نادي الزمالك. زائد ان اللعيب رغبته ان هو يلعب في نادي الزمالك، ده اللي انا عرفته من احد المقربين من عمر السيسي، ان عمر عاوز يلعب في نادي الزمالك. فدي الجلسة التانية اللي المستشار مرتضى منصور هيعملها قريب مع المسؤولين في نادي طلائع الجيش. الجلسة التالتة وهتكون برضو في الاسبوع ده، ما انا بقول لكم ده اسبوع الحسم،
في صفقات نادي الزمالك. الجلسة الثالثة الأسبوع ده هتكون مع رئيس نادي إنبي، عشان الزمالك هيخلص ثلاث صفقات من نادي إنبي. الزمالك عاوز ثلاث صفقات، منهم محمود جاد كلنا عارفينه، اصل خلاص ما بقاش في حاجه اسمها اسرار واحنا بنعلن الصفقات، خلاص بقت كل حاجه دلوقتي على عينك يا تاجر. ففي في اسرار مش بتتعلن، وفي حاجات مش بتتقال، اللي هي اللعيبه الخارجيه اللي انا لسه قايل لكم الزمالك في خناقه مع الاهلي مع اكتر من لاعب، وفي كمان لعيبه النادي الاهلي ما يعرفش عنهم حاجه، الزمالك بيخلص فيهم، فاحنا مش هنتكلم عليهم، انما احنا بنتكلم على الكلام اللي خلاص بقى معروف على الساحه. الزمالك هيتكلم مع انبي على محمود جاد وعلى مصطفى شكشك وعلى جون ايبوكا. الزمالك هيتكلم على الثلاثه دول، والزمالك هيعرض على انبي رقم كويس وبعضا من اللعيبه. ان شاء الله باذن الله المفاوضات تتم بنجاح. برضو اللي هيقود المفاوضات دي هو المستشار مرتضى منصور، اللي بيعرف يتكلم ويتفاوض ويجاب اكتر من صفقه كبيره ليه نادي الزمالك. طيب ايه تاني عاوزين نتكلم فيه؟ عاوز اكلمك على ورطة الزمالك او ثلاث ورطات للزمالك في ماتش القمة. ماتش القمة خلاص يوم 19/6، خلاص يعني النهاردة 12 يوم 19، يعني بالظبط فاضل اسبوع، زي اعتقد زي النهاردة او زي بكرة هتكون مباراة القمة. الاهلي كامل العدد ما عندوش غيابات مؤثرة، ولكن الزمالك عنده مشاكل، الزمالك عنده ازمات كبيرة جدا 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 في مباراة القمة. اولا طارق حامد طبعا اللي هو ساب الفريق وخرج برا راح اسبانيا عشان يطمن على ركبته، وطارق راجع يوم 19 يوم ماتش الزمالك والاهلي كالعادة. طارق حامد انتوا عارفين رأيي فيه، بيهرب من المباريات، هرب من مباراة الوداد في المغرب واتغلبنا 3-1، وهرب من مباراة الاهلي وربنا يستر، المباراة صعبة جدا جدا جدا. عاوز اقول لك اني كمان غير طارق حامد يعني خلاص طارق حامد اصبح 100% خارج مباراة القمة، عايز اقول لك كمان ان محمود علاء، كلنا طبعا عارفين ان محمود علاء هيغيب للانذار الثالث. الجديد بقى واللي انا اتفاجئت بيه واللي انا حزنت لما عرفت الخبر ده، وهو ان امام عاشور عنده شد في الخلفية، ولما سألت على موضوع الشد في الخلفية لقيت انها بتاخد من اسبوع لعشر ايام، ممكن كمان تدخل في اسبوعين لو الشد قوي، وده طبعا مصيبة على نادي الزمالك ومصيبة على فرقة نادي الزمالك. ده انت اصلا وانت كامل يعني وانت بامام وطارق ومحمود علاء انت عندك مشاكل فنية كتيرة وعندك عجز في الاسكواد بتاعك، فما بالك بقى يا سيدي اني طارق مش موجود ومحمود علاء مش موجود وكمان امام عاشور مش موجود. الله يكون في عون فريرة، والله يكون في عون جماهير نادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك، هيعملوا ايه في الماتش ده؟ انا بصراحة حاطط ايدي على قلبي، وبيني وبينكم كده من غير ما حد يسمع، الزمالك لو اتعادل الماتش ده انا هكون سعيد وهكون مبسوط بسبب الغيابات والنقص العددي والحالة الفنية اللي احنا عليها. وضع طبيعي انك تكسب الاهلي في الحالة برضو الفنية اللي هم فيها، وعندهم مشاكل ادارية كتيرة ومشاكل فنية ومشاكل مع المدرب، ولكن الاهلي بيعرف يلم نفسه بسرعة عكس الزمالك اللي مش بيلم نفسه بسرعة، زائد كمان ان الاهلي هيقدر يلم نفسه بسرعة عشان عنده سكواد بيقدر يعتمد عليه وعنده لعيبة يقدر يعتمد عليهم، انما الزمالك ما عندوش سكواد ولا عنده لعيبة، وده اللي مخلي موسيماني متطمن وده اللي قلق فريرة حتة السكواد اللي عنده. طيب شيكابالا هيعود في مباراة الاهلي، وان شاء الله شيكابالا بنسبة كبيرة ممكن يكون موجود في مباراة الداخلية في كأس مصر بكرة ان شاء الله، فشيكابالا هيعود في مباراة الاهلي. تعالوا نشوف ممكن فريرة يتصرف ازاي في المباراة دي. لما قعدت كده فكرت وقعدت تكتكت كده مع نفسي، لقيت ان فريرة هيثبت 3-4-3، اللي هو لعب عليها مباراة الاسماعيلي ولعب مباراة اسوان وكسبهم، عشان خاطر فريرة عاوز رقم واحد يأمن المنظومة الدفاعية بتاعته، وبعد كده يبدأ يتحرك ويبدأ يطلع بالكرة ويبدأ يهاجم. ففريرا مش هيكون هيلعب بتشكيل اجباري، اولا الطريقه هيثبتها 3-4-3 لان دي اامن طريقه وانت بتلعب الاهلي، وفي نفس الوقت هيغير العناصر اللي هتكون موجوده في الفرقه. ازاي يعني؟ عاوز اقول لك ان فريرا اكيد بنسبه ان شاء الله 100% وده مطلب جمهور نادي الزمالك، دي مش معلومات ولكن دي تحليل انا عامله لحضراتكم، وبرضو زي ما تعودت مع حضراتكم محتاج اسمع رايكم فيه. فريرا هيبدأ ب3-4-3، يبدأ بمحمد عواد في حراسة المرمى، 3 في خط الدفاع، محمد عبد الغني على يمينه أو قدامه شوية هيكون مساك أولاني الونش، والمساك الثاني ناحية الشمال هيكون محمد عبد الشافي.
عندكش مساك، محمود علاء مش موجود، وحسام عبد المجيد خبراته قليله ما لعبش ماتش قمه، فهيكون موجود شيفو والونش، ووراهم ساقط شويه بدور الليبرو هيكون محمد عبد الغني. على اليمين انا عارف ان انت متضايق مني دلوقتي وانا حطيت لك حمزه المسلوسي، ولكن فيريرا هيعتمد عليه. انا بقول لك، انا بكلمك على دماغ فيريرا، فيريرا هيعتمد عليه وهيبدا بحمزه المسلوسي اللي هو طبعا جاب لنا ضربتين جزاء في المباراه اللي فاتت بتاعت 5-3 زائد مستواه السيء جدا، فهيبدا بحمزه المسلوسي في اليمين، وفي الشمال هيبدا بابو الفتوح. الاثنين اللي هيكونوا في نص الملعب هيكون رؤى واوباما، لانك ما عندكش حد تبدا بيه. اسلام جابر ما اعتقدش ان هيبدا المباراه دي، هيكون على دكه البدلاء. هقول لكم دلوقتي على اللي هيكونوا مرشحين يكونوا موجودين على دكه البدلاء، ولكن هيبقى اثنين ارتكاز اوباما ورؤى. قدام طبعا الثلاثه زيزو على اليمين وبن شرقي في الشمال وعمر السعيد. ده التشكيل اللي انا متوقع ان فريرا هيبدا بيه، وهيكون موجود معاك بره عبد الله جمعه، وهيكون موجود اسلام جابر ومحمد ابو جبل، وهيكون اجباري هيرجع لك سيسي هيكون موجود، ونجم، وهيبقى بقى موجود نيمار، سيف جعفر، حسام اشرف، الشباب اللي موجودين دول. المباراه هتكون على استاد السلام مش على استاد القاهرة، لان ده ملعب الاهلي والاهلي صمم على استاد السلام، وكان الامن عاوزها على استاد القاهرة، ولكن الامن برضو قال ما فيش مشكلة لما تتلعب على مباراة او على ملعب السلام. فالمباراة بنسبة 99% هتكون موجودة على استاد السلام. ده بالنسبة للزمالك. هندخل على المفاوضات بتاعة اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي قلت لكم انا بالتفصيل، مش هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل اول لان انا اتكلمت فيه قبل كده، ان اشرف بعت مع احد المقربين، مع احد اللعيبه بتاعت نادي الزمالك اللي هم قريبين من مجلس الاداره. اشرف بن شرقي بعت ان هو عاوز يقعد مع المستشار مرتضى منصور. اشرف بن شرقي ما عندوش عروض، عنده كاس عالم في شهر 11 مع المغرب، عاوز ينضم للمغرب، عاوز فريق يلعب معاه باستمرار. لو راح فريق جديد سواء بقى الاهلي زي ما بيقولوا او راح الخليج، على بال ما يتاقلم ومش ضامن مستواه الفرقه هتشيله ولا لا، انما في الزمالك هو اوريدي بيلعب وهو اوريدي نجم وهو اوريدي لعيب كبير. فاشرف بن شرقي بدا يبعت مع الوسطاء عشان يقعد مع المستشار مرتضى منصور يتكلم في تجديد التعاقد. المستشار قعد مع يوم الخميس اللي فات والامور ماشيه كويس، مش هقول تفاصيل دلوقتي، ولكن الدنيا ماشيه بشكل ايجابي، وممكن نلاقي اشرف بن شرقي يجدد مع نادي الزمالك على نهايه الشهر ده. زائد ان اشرف بن شرقي مش هيعرف يمشي قبل يوم 30/8، فالطوبه جت في المعطوبه كده زي ما بيقولوا، ومش هيقدر ان هو يمشي قبل 30/8، لان اتحاد الكوره خاطب الفيفا، والفيفا خلاص اعتمد الموضوع ده ان كل اللعيبه في الدوري المصري عقدهم هينتهي 30/8 مش 30/6، وده اللي هيجبر بن شرقي ان هو طبعا مش هيلاقي نادي يروحه بعد 30/8، فخلاص مجبر اخاك لبطل ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. ويمكن الزمالك عمل التركه دي عشان يحافظ على اشرف بن شرقي اللي هو اهم لعيب عقده بينتهي مع نادي الزمالك. الزمالك كمان المستشار قعد مع رزاق سيسي وبرضه اتكلم في المفاوضات، لعل وعسى رزاق سيسي يوافق والزمالك يعيره بقى للاتحاد، يضرب الاتحاد. ما هو الزمالك اتضرب في انس اسامه، فالزمالك عاوز يضرب الاتحاد بموضوع رزاق سيسي وتعاقد مع رزاق سيسي، بحيث لو الاتحاد عاوز رزاق سيسي ادهولك اعاره وترجع لي انس اسامه ونبدا بقى نتفاوض مع بعض، ويبقى رزاق سيسي موجود معايا ورقه ضغط ابدا اتفاوض بيها. انما الزمالك دلوقتي معوش ورقه يتفاوض بيها مع الاتحاد السكندري، فرزاق سيسي الزمالك بيحاول اليومين دول برضو يتكلم معاه، والمستشار قعد معاه شخصيا زي ما قعد مع اشرف بن شرقي شخصيا عشان خاطر يتكلموا في المفاوضات ويجددوا التعاقد مع سيسي، يعيروه ويستفادوا بيه في صفقه زي ما بقول لكم هيكون مفيد جدا جدا جدا. رزاق سيسي، طارق حامد الزمالك مش هيقعد يتكلم معاه دلوقتي خالص، الكلام هيبقى بعد مباراه القمه، هيتم حسم امر طارق حامد بنسبه 100%، ولكن بنسبه تتخطى 90% طارق حامد في اتحاد جده السعودي او في بيراميدز، مش هيكون موجود في نادي الزمالك زي محمد ابو جبل. انا مصمم ان الاثنين لعيبه دول ما اعتقدش ان هم هيكونوا متواجدين في نادي الزمالك. احنا كده خلصنا اخبار نادي الزمالك، تعالوا بقى يلا بينا ندخل على الاخبار المهمه قوي 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 بتاعه اتحاد الكوره. قبل ما ندخل بقى في الاخبار بتاعه اتحاد الكوره والكره المصريه وإيهاب جلال والمدرب والكلام ده كله، عاوز اقول لك اني في حاجتين مهمين جدا.
ناصر ماهر اتكلم مع المسؤولين في نادي فيوتشر عاوز يجي الزمالك، والمسؤولين في نادي فيوتشر قالوا له روح اتكلم مع علي ماهر. هما طبعا بيلعبوه، هما عمر ما مسؤول في نادي فيوتشر هيسيب لعيب لنادي الزمالك. راح اتكلم مع علي ماهر، علي ماهر رفض وقال له مش هتمشي من نادي فيوتشر وانت قاعد مكمل معانا. فاللعيب اتصدم واللعيب في حالة نفسية سيئة بعد رد عليه من مسؤولين نادي فيوتشر. فده كان الموضوع اللي انا كنت برضو عاوز اقوله لحضراتكم. الموضوع التاني، في جلسة اليومين الجايين ما بين احمد دياب واللي هو رئيس شركة فيوتشر لكرة القدم وعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد طبعا العقد بتاعه مع الزمالك بياخد 7 مليون في السنة وماضي على كده، ولما يرجع انا بقول لكم الزمالك هيزود له عقده والزمالك هيعمل له عقد جديد، دي معلومة 100%. ولكن احمد دياب بيحاول اليومين دول ان هو يظبط ميعاد، ولما عمر كمال عبد الواحد يرجع من المنتخب هيبدا بقى نادي فيوتشر وخاصه احمد دياب هيبدا ان هو يعمل جلسه مع عمر كمال عبد الواحد. هيضغط عليه، هيعرض عليه فلوس كتيرة زي ما عمل مع مهند لاشين عشان يحرم الزمالك منه. ولكن معلومات الشخصية والمعلومات اللي وصلتني كمان وتوقعي الشخصي بيقول ان عمر لعيب ملتزم، عمر لعيب مؤدب، وعمر مش هيضحي بالزمالك ولا بجمهور نادي الزمالك عشان فلوس. هو عارف ان النجومية، هو عارف ان الزمالك هو الشعبية والصيت والكلام ده كله. فان شاء الله بإذن الله محاولات احمد دياب كاره نادي الزمالك وعلى العدو الاول لجمهور نادي الزمالك ان شاء الله المحاولات دي تبوء بالفشل وما يعرفش يقنع عمر كمال عبد الواحد بانه يكون مكمل في نادي فيوتشر. ان شاء الله باذن الله الدنيا تبقى كويسة في الموضوع ده. تعال بقى بينا ندخل على اتحاد الكورة اللي في ورطة دلوقتي بعد ما جمال علام طلع امبارح اعلن رحيل ايهاب جلال في برنامج احمد موسى، وكان لسه الكابتن ايهاب جلال في الجو ولسه اللعيبة في الطيارة وكابتن ايهاب جلال في الطيارة ومفيش نت ومفيش وسيلة اتصال، وكل الشعب المصري 100 مليون عارفين ان ايهاب جلال مش موجود في إدارة المنتخب وخلاص رحل، وهو الوحيد واللعيبة اللي ما يعرفوش. مهزلة بتحصل في الكرة المصرية. جمال علام تراجع عن تصريحاته وقال انا ما قلتش ان ايهاب جلال هيرحل، لا هو قال ان ايهاب جلال هيرحل بعد مباراة كوريا، ودي كانت سقطة كبيرة جدا جدا جدا. والكابتن ايهاب جلال يعني اكيد حزن طبعا بعد ما عرف الاخبار دي. الشعب المصري شوفوا بقى الغباء بتاع الإدارة. الشعب المصري كان كله معظمه يعني ضد الكابتن إيهاب جلال فنيا والكلام ده كله، ولكن بعد التصريحات بتاعت الكابتن جمال علام ضد الكابتن إيهاب جلال وان هو أقاله بدون ما يخبره والراجل في رحلة خارج مصر وفي مهمة قومية خارج مصر مع المنتخب، بدأت الجماهير المصرية تتعاطف مع إيهاب جلال. فده غباء إداري من المسؤولين انهم كانت الناس زعلانة من إيهاب جلال، دلوقتي خلوا الناس متعاطفة مع إيهاب جلال، ودي سقطة كبيرة جدا 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 من مسؤولين اتحاد الكورة. حازم إمام حاليا بيتفاوض مع كارلوس كيروش عشان يرجع تاني المنتخب، ولو مرجعش زي ما قلت لكم قبل كده البديل هيكون باتريس بوميل المدرب الفرنسي اللي هو كان مدرب كوتيفوار في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة اللي لعب وكسب الجزائر وعمل شغل كويس جدا 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 باتريس بوميل في كأس الأمم الماضية. فيريرا طبعا افتكرت كلمته لما قالك مفيش مسؤول في مصر بيفهم شيء في كرة القدم، فعلا هو ده الهزل اللي احنا عايشينه. الاستاذ هاني بوريدة طبعا ده كده خبر على الماشي بيساعد نادي الزمالك في حتة بقى ايه التراخيص والمشاركة في البطولة الافريقية القادمة والكلام ده كله. هاني بوريدة عامل شغل كويس جدا جدا جدا. واتحاد الكورة بقى يا سيدي بقى، مش انا قلت لكم قبل كده ان عصام عبد الفتاح عشان خاطر الاهلي غضبان عليه هيشيلوه، وهم بيرادوا الاهلي بعد مؤتمر الخطيب المضحك طبعا اللي احنا قعدنا نضحك عليه. هم طبعا الخطيب طلع ديب بديب 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 في اتحاد الكورة، فاتحاد الكورة عاوز يصالح الخطيب، راح شايل له عصام عبد الفتاح اللي هو طلع قبل كده وهاجم الاهلي بسبب هجوم الاهلي على الحكام. ف
فالاهلي شايلها له، والاهلي اتكلم مع اتحاد الكوره قال لهم ده يمشي، الاهلي فعلا بيقود الكره المصريه، ولكن مش حاجه كويسه، دي حاجه سيئه لما نادي عادي زيه زي اي نادي يتحكم في الكره المصريه ويتحكم في الرابطه ويتحكم في اتحاد الكوره، كلهم شغالين خدامين عند النادي الاهلي. وبالفعل اتحاد الكوره في كلام قوي جدا 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 طالع ان خلاص عصام عبد الفتاح مش موجود في اتحاد الكوره، وقال يعني هيجيبوا خبير اجنبي عشان الدنيا تهدى شويه هو اللي يقود لجنه الحكام بدل من عصام عبد الفتاح. ولكن هو اتحاد فاشل، هو اتحاد فاشل. اتمنى لو في مسؤول كبير في مصر يقيل الاتحاد او يجبرهم على الاستقاله، عشان خاطر عيب قوي 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 مصر تتدنى للمستوى ده، الاتحاد الفاشل اللي هو عمال بيهزر يجيب مدرب ماتش ماتشين وبعد كده يمشيه، وبعد كده يدور على مدرب يرجعه، مدرب كان اوريدي لسه موجود عندك من شهرين. ويعني قصه احنا بنهزر والله العظيم، واهدار مال عام واهدار فلوس، مين يحاسب الناس دي؟ اتمنى تدخل مباشر من المسؤولين عشان خاطر يريحونا من القرف اللي احنا شايفينه والعته الاداري اللي احنا شايفينه في اتحاد الكره. كعادته احمد حسام ميدو، احمد حسام ميدو هو بيلعب على جميع الموائد. احمد حسام ميدو اللي هو رمز زي ما انا قلت قبل كده من جمهور نادي الزمالك، ولا من لعيبة نادي الزمالك، ما لعبش في نادي الزمالك، ولا هو رمز إعلامي، ولا هو رمز إداري، ولا هو أي حاجة في نادي الزمالك. أحمد حسام ميدو اتشهر خلاص ان هو بيلعب على الرايجة. في نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور خارج مجلس الإدارة قطع في مرتضى منصور ومجد في حسين لبيب، حسين لبيب يمشي ومرتضى منصور يجي، مرتضى منصور ده الفاتح بامره وحسين لبيب وحش والناس وحش، هو احمد حسام ميدو كده. دلوقتي بقى احمد حسام ميدو بيهاجم احمد مجاهد وبيهاجم هنا بوريده عشان خاطر يراضي الاهلي في طبعا الموضوع المضحك، الموضوع السخيف بتاع موضوع الجواب واتحاد الكوره وبعته للاهلي والكلام ده كله. فاحمد حسام ميدو عاوز طبعا يراضي الاهلي، لان اللي بيراضي الاهلي الدنيا كلها بترضى عليه، والاعلام بيرضى عليه، والقنوات الفضائيه بترضى عليه، والبرامج بترضى عليه. فاحمد حسام ميدو بدا يطبل للاهلي وبدا يهاجم احمد مجاهد وبدا يهاجم هنا بوريده عشان خاطر الاهلي وحلاوه الاهلي وطعامه الاهلي. بجد انا حزين ان انت بيسموك رمز من رموز نادي الزمالك، انت لا زملكاوي وجمهور الزمالك متبري منك يا احمد يا حسام يا ميدو يا اللي بتلعب على كل الموائد. هنا بوريده مش موجود واحمد مجاهد مش موجودين، قطع فيهم. عارف لو رجعوا بكره اقسم بالله العظيم اللي هتقعد تفخم وتمجد فيهم انت كده يا ميدو، وعمرك ما هتتغير. تعالوا بقى بينا اقول لكم اخبار مهمه جدا 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 عن الاهلي. الاهلي كهربا انضم لتدريبات الاهلي، سأل على مستقبله، قالوا له لسه مش عارفين مستقبلك في ايه، وده اللي خلى كهربا غضبان جدا. وهقول لكم دلوقتي ان موسيماني قاعد لنهاية الموسم وموسيماني مش ماشي دلوقتي، وهقول لكم اللعبة حصلت عليه ازاي. الخطيب ده لعيب هو وياسين منصور، اتنين يحركوا العالم كله وهم قاعدين في اماكنهم. فكهربا نزل تدريبات الاهلي، ايوه نزل تدريبات الاهلي، ولكن موسيماني مش هيبص له خالص عشان سببين. السبب الاولاني انتوا عارفين علاقه موسيماني بكهربا، والسبب الثاني ان كهربا مش مقيد في القائمه بتاعه الموسم ده، ومش هيلعب ماتشات في الدوري ولا حتى في الكاس، وهيكون كده وجوده زي عدمه، زي ما كان بيقول انا اتمنى اشيل كور في النادي الاهلي. فعلا يعني هو طلبها ونالها، هيشيل كور في النادي الاهلي وهيرجع تاني ان شاء الله يشيل كور في النادي الاهلي. فكهربا كده هيكون موجود يعني ايه صورة وبرواز في النادي الاهلي. الاهلي برضو بلغ ميكوسوني خلاص رسميا نهاية الموسم، شكرا كده تمام التمام، مش عاوزينك، دور على عرض ووكيلك يدور لك على عرض. فخلاص ميكوسوني مش موجود في الاهلي الموسم القادم، ومش هيكونوا مش هيكون يعني لعيبا في النادي الاهلي خلاص. عادي جدا انتوا عارفين صفقات الاهلي والفلوس اللي بتيجي وبتترمي على الارض، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا يا ايه، ردوا عليا في التعليقات والنبي يا عمده. طيب ياسين منصور اجتمع هو والخطيب وموسيماني وحسام غالي في فيلا ياسين منصور امبارح السبت، اجتمعوا في فيلا ياسين منصور في 6 اكتوبر،
وقعدوا يتكلموا على مستقبل النادي الاهلي. طبعا كان في شد وجذب وكان في كلام، حسام غالي مش طايق موسيماني، الخطيب قاعد من تحت لتحت كده ايه عمال بيفرك ولكن مش عاوز يزعل موسيماني منه. اتفقوا ان موسيماني يكمل لنهايه الموسم، واتفقوا كمان ان هيبقى في مدرب عام هيجي بنسبه كبيره هيكون رضا شحاته، واتفقوا ان هيبقى في معد بدني تونسي اسمه انيس الشعلالي، ده معد بدني برضه احتمال ينضم للجهاز الفني الفتره القادمه. طيب حسام غالي ما كانش عاوز موسيماني، ولكن الخطيب ضغط على حسام غالي اسكت خليه لنهايه الموسم عشان ما نشيلش الشيله، لو لا قدر الله وان شاء الله طبعا بالنسبه لنا ولا قدر الله بالنسبه لهم الدوري ضاع ما شيلهاش انا ويقولوا ده غير مدرب في نص الموسم، هو موسيماني اللي يشيلها، لو كسبنا الدوري ابقى انا الخطيب الحاكم بامره اللي ما بيمشيش مدربين، اللي جدد الثقه في موسيماني، واحنا كمان داخلين على ماتش الزمالك فمش عاوزين ان احنا نعمل هزه في استقرار الفريق، ده فاضل اسبوع على مباراه الزمالك. فدي كانت جون بصراحه من الخطيب وياسين منصور. الحاجه الثانيه ان بيلعبوا لعبه على موسيماني، هي ايه؟ هم حاولوا يثبتوا موسيماني خالص ويريحوه والكلام ده كله ويفضل مكمل لنهايه الموسم، وموسيماني كان عاوز يمشي دلوقتي ليه؟ عشان يلحق ينضم النادي جديد، وموسيماني عنده عروض كتيره، مش عايز اقول لك تفاصيل انه عنده عرض من الرجاء المغربي واتكلموا معاه في المغرب، زائد عنده اكتر من عرض خليجي. فموسيماني عنده عروض كان عايز يمشي دلوقتي عشان الدوريات هتبدا في نص 8 فكان عاوز يلحق، انما موسيماني كده خلاص قاعد ل 30/8 اللي هو نهايه الموسم بتاعنا، اللي هو بعد الموسم ما يخلص موسيماني خلاص هيبقى الدوريات بدات وكل دوري او كل فريق جاب المدرب بتاعه، فمش هيبقى فيه انتقالات ومش هيبقى فيه مدرب ولا انه يدرب اي نادي، فهيبقى موسيماني مجبور ورجله فوق رقبته انه يكمل في النادي الاهلي. فدي كانت اللعبه على موسيماني، هنخنقك لغايه 30/8 عشان ما يبقاش عندك عروض، هتروح فين؟ خلاص نص 8 الدوريات هتبدا وكل فريق جاب المدرب بتاعه، فانت يوم 30/8 هتبقى انت مالكش حته للنادي الاهلي، وبالتالي اللي هنقول لك عليها هتسمعه، وبالتالي مش هتقدر تفسخ عقدك. فدي كانت بصراحه لعبه حلوه من الخطيب. الموسيماني متضايق من حسام غالي عشان حسام غالي كان بيفرض عليه محمد هاني، واللي انتم ما تعرفوهوش ان محمد هاني ابو نسب مع حسام غالي، الاثنين نسايب وزيتهم في دقيقهم كده، فحسام غالي كان بيضغط على موسيماني انه يلاعب محمد هاني بشكل مستمر. وحسام غالي اتكلم بقى مع الخطيب ومع بعد ما موسيماني مشي، اتكلم مع الخطيب ومع ياسين منصور على ايه؟ حسام غالي اتكلم انه مش عاوز سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، ودي كانت المفاجاه، وعاوز يجيب اعتقد الكابتن علاء عبد الصادق هو اللي يكون مدير كوره بدلا من سيد عبد الحفيظ. هو حسام غالي عاقل ومتزن وشايف انه سيد عبد الحفيظ يعني لا يصلح لدور مدير الكوره في النادي الاهلي، المنصب كبير عليه، المنصب واسع عليه، المنصب ده كان فيه حسن حمدي، المنصب ده كان فيه طارق سليم، المنصب ده كان فيه ثابت البطل، انما المنصب كبير على يعني شخص محفلاتي زي سيد عبد الحفيظ، يقعد يحفل ويقعد يتنطط ويقعد مش الاهلي، هم شايفين ان مش الاهلي، حسام غالي شايف ان المنصب كبير على سعد عبد الحفيظ. الخطيب بقى رفض، الخطيب مخليه يقول لك ده المحفلاتي بتاعي، ده اللي بينط على ظهر الحكام، ده اللي بيروح يتخانق، ده اللي بيتشعبط على الفار، ده اللي مش عارف ايه، فالخطيب مبسوط، ده اللي بيضرب كده ايه تصريح ولا اتنين بيغيظ جمهور الزمالك. انتوا عارفين الخطيب ودماغه بيحب الحاجات الصغيره دي، ولكن حسام غالي عشان دماغه كبيره ومثقف ف شايف ان المنصب كبير على سيد عبد الحفيظ. فدي كانت قصة الاهلي، ودي كانت اخبار الاهلي. اعتقد ان احنا كده خلصنا الاخبار بتاعتنا، ما تنسوش بقى في نهاية الفيديو اشترك في القناة، تفعيل الجرس، لايك وشير للفيديو، وقولي لي رأيكم في التعليقات في كل موضوع احنا اتكلمنا فيه مع بعضنا البعض. اشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم، مع ألف سلامة.